طيران للمغرب كانت فيها 82 كيلو، هاد المرة ملي كنت غادي لدبي كانت فيها 105 كيلو، أجي نشوفوا شحال ولا فيها دابا. على بركة الله 113 أكبر وزن وصلته في حياتي. الدراري البنات تبارك الله عليكم، نمشيو نبداو نهارنا ديال الخدمة. كما كتعرفوا السوشيال ميديا كنبارطاجيو فيها داك الشيء الزوين، واحد ملي كيربح فلوس كيقولها، ملي كيخسر فلوس ما كيقولهاش، ملي كيطلع في صيلة وتيتقاد تيقولها، ملي كيغلط ما كيقولهاش. جايز حتى تقولوا لي ولا لا، فريمون باغي ندير واحد الستوريات هي على شنو خسرت. يعني مثلا راني خسرت باش نزاد من 82 كيلو حتى ل 113، بزاف، وقيس على ذلك المجالات اخرى في حياتي. جايز صباح الخير، كي داير؟ شو الشميش؟ تبارك الله، اللهم بارك. راني في البيت ديال خوت، ضربنا نهار كامل ديال العمل، ودابا جيتي للبيت ديال عند الوالد، غادي نشوف غروب الشمس ونرتاح شويه عاد نمشي. الدراري من راس العمل دابا ملي جيت للمغرب خسرت بزاف ديال الحوايج، ماشي السبب هو المغرب، بعدا بقاو نسيبارو، السبب كامل ديال هادشي اللي كيطرا هو انايا. علاش؟ علاش ما قدرتش باقي ندير شي حاجه ونلتزم بها ونلتزم بواحد الديلي روتي. كما كنقول لكم الدراري، بغيتي شي حاجه تمشي مزيان خاص تلقى لها وقتها، الخدمه خاصك تخدم يوميا. الحمد لله الخدمه هي اللي بقيت محافظ عليها، لا صار ما بقيتش كنمشي، يعني زدت في الوزن من 82 دابا 113، راه ماشي تظلمت. سيرتو الخوت فاش يلاه جيت حتى مشيت لدبي كانوا تيزدوا عندنا مع 8، كنبغي نمشي نتريني في الليل والو، فهمتي؟ راه الله كتسالي نهار الخدمه كتجي كتجري من الرباط للخميسات كتلقى سدو ودخلتي في حالك للدار، وراكم عارفين الروضه راه شنو كان طراب، بلا ما نبقى نحاجي لكم. المهم الخوت في الحياه كاين بزاف، كاين الجانب الصحي، كاين الجانب ديال الخدمه، كاين الجانب ديال العلاقات ديالك مع والديك وصحابك. كاين الجانب تاع الكارير ديالك، كاين الجانب الروحاني، العلاقه ديالك مع الله، كاين لونفيرونمون اللي داير بك، كاين بزاف ديال الجوانب. نمشيو هاد الدراري واحد واحد ونقول شنو خسرت صراحه في الجانب الصحي. هنا ولات يضرني بزاف، ظهري كيضرني بزاف، 113 كيلو راه صعيب تعيش بها الخو. راني كنت نزلت حتى ل 76 وكانت الحياه زوينه، 113 راه قاسحه. ولكن كنعاود نقولها، راه ماشي مظلوم، كنتي غليظ خصك تمشي تحرك. راه انا اللي درتها الراس، جيت المغرب لقيت الزرود ما كاينين، الزرود الماكله ما بقيناش كنمشيو للازال بحكم تيزدوا علينا، باقي مروني الى يومنا هذا باقي ما لقيتش كيفاش. الفرق اللي كاين ما بين هنا والطايلوند، الطايلوند كنت لاقي واحد الديلي روتين، على وقيت فاش كنمشي نترينا وقتاش كنخدم وقتاش كنخرج على برا كناكل وكان الوقت، فهمتي؟ هنا الله كتعطي الوقت للعائله الصحاب داكشي، ولا صال مشات وما كاين غير الزرود. جيت تمشي يلاه صال راه مهم، عرفتي؟ ملي كدفع الثقل كتخرج مرتاح، وخا تكون مشكل مع الخدمه كتولي بخير وكتعاود بحال كدير ريزات. كنت ديما كنقول لكم انا كما كنترنيش باش نطلع في الصيله، وانما كنتريني باش كترتاح نفسيا فريم. المهم الخوت ملي مابقيتش كنتريني ما كندفعش الثقل، دونك مابقاش كنحس بداك الريزات، وليت كنحس بان راسي تبدلت، مابقاش عندي ديك القدره التحمل اللي كانت عندي قبل. حتى في الخدمه، في الخدمه شي واحد ما تيعجبنيش كنحس ديما راسي كيقول ديك سير تيت. وهاد الشيء الخطرة ماشي هي في الخدمة، راه حتى العلاقات مع أصحابك، مع المقربين، مع شحال من حاجة كتحس براسك الناس تيدوا معاك وأنت كدير ديك، فهمتي؟ ديك سير صافي وكدوز، ما كتقولهاش ولكن راسك راه كتقولها وكتزيد مع الطريق. صافي بالرجولة إلا كنتي حاقد على اللي دايرين بيك، على الدولة، على بزاف ديال الحوايج، احتمال كبير يكون السبب هو ما كتحركش، ما كترينيش، ما عرفتيش. أنا كاين واحد السيلف أورنس كرد راسي البال كاللحظه اني غادي كنتزاد حقدا. المهم الخوت اهم حاجه عليها طولت فيها هي الصحه النفسيه ديال العقل ديالك والجسديه. فريمون خسرت واحد خساره كبيره من نهار جيت للمغرب، ماشي المغرب والسبب انا والسبب، حتى اليومين هذا رجعت بزاف للور. الخوت وهاد الشيء تيأثر على الجانب ديال العلاقات، فهمتي؟ ديك اللعبه ديال لو كيطلعوا ديال الدراري صحابي في الراس، انا في الراس تولي شي عزيز عليا اللي انطوائي ونستخدم بوعدي وسد على راسك. اخر حاجه كنت كنتسنى انا في حياتي ما عرفتش بابجي حتى لهاد العام هذا، حتى جيت للمغرب صافي وليت كنخرج باش نخدم ونجيب حالي، ما عزيزش عليا الطريح في القهاوي كما قبال ونجلس نجمع باش كتفادى بنادم. واحد الوقيته وليت كنلقى راسي رجعت ليا ماشي هاد الكاركتر اللي كان فيا شحال هادي، مقلع عليه في الدار وسد عليا، صافي وليت مبلي بالبابجي. وهاد الشيء الخوت ماشي شي حاجه تفتح الفرص اللي توفرت لي في حياتي، والفلوس اللي درنا من العلاقات، قسما بالله ما درناها من الخدمه قدام الناس،
لان العلاقات كتيح ليك دي زوبورتونيتي اللي تعيا تجلس قدام البيسي ما عاديش تلقاهم. صح الخدمه صار باقي لازم كنخدم صراحه. الخدمه از جوين جود ولكن راه كيما قلت لك عنقي ظهري كيضرني. دونك ملي كنجلس ديك 8 السوايع كنجلس بزز وانا مره ندير هكا ومره ندير هكا ومره ندير هكا. الجانب المادي الدراري خسرنا بزاف ولكن صراحه ماشي خسرنا شي حاجه ماشي هذيك خسرنا لان كنا كنكبروا الشركه كنزيدوا له وير هاوس ديفلوبينا بزاف في الجوانب. دونك انفستينا ماشي خسرنا هذه ما نحسبهاش خساره هذه بالعكس حاجه زوينه. كتسمع واحد الجمله تيقول لك هذاك باع روحو للشيطان لا حنا بعنا روحنا للخدمه. دابا بعنا فهمتي بعت الصحه ديالي ولا شي حاجه خايبه بعت شحال من حاجه في سبيل الخدمه. يعني الخدمه هي الوحيده اللي نقول لك باقا غدا مزيان. الجانب الروحاني الخوت صراحه واحد الصلاه الله يسمح لنا مره جمعه بالليل وتصليها كامله. مره ضرب 3 ايام 4 ايام ما تصلاش عاود ترجع. المهم هذه الصراحه الخوت ما كاين ما يتخبع ولكن المهم الانسان كيدير المجهود. عندك واحد الحاجه مهمه الخوت النفسيه هي الميديتيشن من امتى من زمان لان ملي كتولي عندك ديك العقليه ديال سيرت تيت فهمتي حتى الميديتيشن ما كتبغيش تبقي ديرها. هذا الشيء اللي طاري لي حاليا غام شد راه خساره كبيره لان هاد الحوايج واحد العادات اللي زوينه اللي بنيتيها اللي كنتي محافظ عليها واحد المده طويله وفرطتي فيها. او العادات تنقول راه السبب ديال النجاح ديالك في اي مجال هو العادات اللي كدير يوميا. هذا هو السبب لان ساهله بغيتي تنجح في الجانب الروحاني خاص تكون انسان مزيان ما تكذب ما تسرق ما سميتو تصلي يوميا صافي ساهله يعني ها هي يوميا. ولكن ما بقيناش كنديروها وبالتالي ما بقيناش مزيانين في داك الجانب. اي مجال بغيتي تنجح فيه بغيتي تكون مزيان في صحتك خاص تطلب يوميا الماكله اللي كتاكل وكتريني يوميا ولا نهاريا نهار لا على حساب. ولكن كاين واحد اش كاين واحد الاستمراريه. حيد الاستمراريه امبوسيبل تبان شي نتيجه. انت ما غاديش مزيان في صحتك في لاصال ولا ما غاديش مزيان في الخدمه راه كيما لاقيليش لها وقت وما لقيش لها واحد السيستيم ديال واحد العادات يوميا تبقى تعاودهم 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 مع الاستمراريه صحه غادي تبان النتيجه باذن الله. صحه الخدمه شنو كيخليها غدا مزيان هو يوميا قبل ما نعس كاين واحد الالتزام كنكتب ثلاثه ديال التاسكس كبار خصني نديرهم وثلاثه ديال التاسكس صغار خصني نديرهم. التاسك هي شي حوايج خصني نديرهم ما عرفتهاش بالعربيه وكنوض كنديرهم الغد ليه صح عليها غدا الخدمه مزيان الاستمراريه. خويا اللي كيسمع لي راه ما كاينش الحظ وصدقات ليه ودار كاين واحد السيستيم خدام به داك خونا يوميا والاستمراريه الدوام تيتقب الرخام. حتى انا راه كانت عندي ديك العقليه ديال صدقات ليه بالمناسبه انا راني ولد الدواري الزيكي في مراكش وبديت من التحت وكانت عندي ديك العقليه ديال الفقر ديال هذاك صدقات ليه الفلوس صدقات ليه عنده حديده صدقات ليه ورتاح على باه فهمتي ما كاينش زعما راه سيستيم وخدمه وتماره وخونا كيتقاتل يوميا وكيبذل المجهود ديك الهضره كولا هكا كنت شحال هادي عليك اخويا لونفيرونمون انفيرونمون مهم. كتعيش في خميسات ماشي هي كتعيش في دبي كتعيش في بانكوك راه احسن من دبي يعني فهمتي لونفيرونمون ديما كتاثر بالناس اللي دايرين بك. ونعاود لك واحد القصه بسيطه طرات ليا ملي جيت لهنا. المهم وحده من العادات اللي كانت فيا زوينه كنوض مع الخمسة الصباح حتى يلا يرحمها نسيت هادي خسرتها الله يرحمها. فيق على 5 الصباح في بانكوك شي حاجه عاديه كنفيق منا موسيقى كنهز راسي شرجم ديال الشاج الدار كانت كامله جاج كيف كنطل 5 الصباح تصور انت الله ما درتي ها طليتي تيبانوا لي الناس كيتمشاو في الشارع غادي للخدمه والناس كثار اللي لابسه الزيت تاع الممرضه اللي لابس الناس كتجري. دونك شنو تنقول الحق 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 نوض خدمه معلم عراليك معلم. جيت للمغرب فقش مع 5 الصباح والحكومه زايده ساعه دونك هي 4 الست طوموبيله كندور في الشارع ما لقيت حتى شي واحد. النهار الاول الثاني الثالث وانا بدا كنعس حتى للسبعة الثمانية الصباح تنفيق فاك ومع الخميسة شويه ثقيل الصدر بالرجوله وليت كنعس حتى ل 10 الصباح عاد كنفيق. من بعد عاد قلت اتق الله معلم ماشي عاوتاني ملي تلقى نزل عاد تزيد حتى الصباح باش كنبدا الخدمه مع 10. الا لاحظت من الصباح اش كنقول لك فقدت بزاف العادات الفياق مع 5 الصباح الميديتيشن الصلاه فوقيتها لاصال فوقيتها الماكله مقاده بزاف ديال الحوايج اللي كنت بنيتها خدها وقت. ولكن علاش وليت هاكا وليت هاكا زدت في الوزن شحال من حاجه خسرات على حقيقه ما بقيتش دوك العادات محافظه عليهم ودوك العادات كانوا هما السر ديال النجاح. باقي حاليا محتفظ على العادات
العادات اللي مسلكيني في الخدمه شي حاجه اخرى، راني اللور معلم من الاخر. الخوت بالعكس شي حاجه زوينه تعرف راسك شنو هو السبب وشنو هو الحوايج اللي مشاو لك باش تدرج اللور، ولا شنو هما العادات اللي ممكن تزيد. نسينا القرايه ديال الكتوبه الله يرحمها الخوت من الاخر. الدكتور بوبو حاطين واحد الكتاب ديالو صراحه الخوت، خلونا في الصراحه وما خلونا من ديك البيرفكشن اللي ديما في السوشيال ميديا تتبان الواحد يشارك حتى الجانب السلبي. الدكتور بوبو حطاني كتاب ديالو نقرا شي 3 شهور هادي ما قريتش حتى صفحه من الاخر. هادي الصراحه هادشي اللي عطى الله الخوت. كنت الخوت ملي كنت في الطيرون كنقرا 10 صفحات يوميا المينيموم، وكندير واحد الاوديو بوك تولد ساعه حتى نص ساعه. وعرفتي صراحه فهمتي كتب واحد الكرياتيفيتي خطيره وبزاف ديال الافكار كيجيو. كنت شحال هادي ما درت الشركه ديال يوكان كتعتمد على يا فواحد البلانينغ تنسميوه 80-20، والمدير غيساني شي 3 شهور هادي هو تابعني تيقول لي خاص تعطينا بلانينغ الشيء بلانينغ شتون ما بغيتش نصارح، وانا نصارحوا في هاد الستوري هادي. ديك الكرياتيفيتي داك الابداع اللي كان عندي ديك الساعه كنت عايش فواحد لونفيرونمون ديال ناطحه السحاب، اما دابا راني عايش صاط في الباديه الحياه كالم وزوينه والوقت ثقيل الصاط والخميس والله الخوت ما بقاش داك مكان. والسبب ديال الابداع بزاف الخوت لاحظوا هذه القضيه هذه ما تنساوش بها، راه القرايه مهمه وتديرش اوديو بوك فوتنيك راه تستافد والدماغ ديالك غادي يخدم. هذا الشيء راه ما درتوش شحال هذه لا وليت بحالها الدراري. شوف 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 بزاف العادات. شوف كنت عزيز عليا نسمع الكلاسيكال ميوزيك وتكالما والبيانو ونجلس نخدم باش وليت وليت كنسمع مورو البيك، المهم تنسمع الراب تنسمع اختك حتى هي، المهم هادشي اللي وليت كنسمع حاليا. وهادشي الدراري راه كامل خاسر صراحه. ملي رجعت من دبي لا حتى في دبي قطعت الراب، لان اصلا ما درتش ما تجيش ناطح هاد السحاب وكتمسك بلا ما نسميش رابور باش يقول لك كلاشيتي لا، لان الخوت ما كنعرفوش على الكلاش انت داكشي ديال البراش الكلاش ديال البراش. ولكن الصوت كيجرب مع شي اداره مجرجره مع شي شانطي محفار مع شي وضعيه كارثيه مع الولاد الصغار تيبان لك تيحرقوا الكبار كيحرقوا بنادم حاقد تيجرب. ولكن في دبي تمسك للراب ما عرفتش ما كانش كتصدق ليا. هادشي علاش الخوت قلت لكم راه الوسط فاش كتعيش مهم. وصراحه ملي كنت عايش في تايلاند ما الراب ما يمكنش نتمسك ليه ما عرفتش ما كيصدقش ما تيلصقش. ملي جيت للمغرب ولا كيلصق وشوف راه انت هو داكشي اللي كتسمع من الاخر شي ولي حتى الخوت هو داكشي اللي كتسمع داكشي اللي كتفرج. الحمد لله ما عمر تفرجت في شوف تي في، ما عمر تفرجت في شي فضائح، ما عمر تفرجت في شي كلاشات قسما بالله. ويلا كانت العكس الله يعطيني العافية فهمتي. يعني باش نقول لك هادشي علاش كنقولوا لك ها انت باش نقول لك بصراحه انا في قمه الانحطاط ديالي دابا وما نتمسكش لداكشي وما نتفرجش في داكشي. مع حتى لقى بزاف المغاربه تيتشكاو على الانفلونسر كدعيق الانفلونسر كدعيق ما تفرجش فيها الصوت بحالي ميك ميك احسن حاجه. الخوت طلعوا لي فراسكم المغرب هذه الفيرما الخوت ديال الواليد زعما الا كنا فخورين شي حاجه في حياتنا هو خدمنا ودرنا لوالدينا شي حاجه باش يكونوا فخورين. ولكن راه ماشي النهايه ماشي النهايه هذا بالعكس الخوت راه في دبي خدنا ديك الجائزه ديال احسن مدير في مجال التسويق والتجاره اللي نمشي بوحدي انا وعراقي ويديحيا خديناها لان درنا واحد التاثير باين بالارقام عاوننا بزاف ديال الدراري باش يصوفيو. وفي المستقبل انا غادي ندوي على شحال من مليون دولار دخلت للمغرب عن طريقنا ماشي دوك المره اللي دخلوا الدراري بلا بينا حنا بزاف، ولكن الرقم خيالي ولكن خليه تندوي عليه في الفيتور ان شاء الله. هادشي الخوت علاش عايش الانسان باش يطور المحيط اللي
عايش فيه صراحه. ملي كنت عايش في تايلاند كنت كنطور حتى نعطي اكثر من حاليا، ولكن انت نقول سي ميو خليني نشوف كيفاش نقدر نعيش هنايا ونعطي. قلت خليني نكمل عام صحه وخار مرض صحه نكمل. صراحه اخوتي ما كنتش كنسمح في الخدمه لسبب واحد، هو الخدمه هو باش كتهز والديك وكتهز المجتمع وكتقدر تعاون ودير شي حاجه وهز بزاف ديال العائلات. شحال حاليا راه اكثر من 170 واحد خدام معانا، دونك راه 170 عائله. وشحال من مره في اطار ديك العقليه ديال كتعصب كما قلت لك، راه ما كتدينيش رساله التعصب في ديك سيرت تقول انا سمح في هذا الشيء كامل ونمشي خاين ونشرب نعيش في الطيرون ما بغيت حتى شي حاجه. قلت لها ربح لا والو، انا اصلا فهمتي درت ديال الفلوس ما بقيتش كتقلب دير الفلوس باقي. ولكن كترجع كتقول لها حشومه الانسان ما يكونش اناني، راه بزاف ديال الناس خدامين، بزاف ديال الناس صوفينا صوفوا عن طريقنا، الله هو اللي كيصوفي، ولكن كنا حنا سبب. وباقي ان شاء الله بزاف الناس تقول كمل كمل. سيرتو كتشوف عندك شي حوايج اللي يقدروا يفيدوا بزاف ديال الناس وفتي بهم بزاف ديال الناس وغيرتي بهم بزاف، علاش غتختفي وعلاش غتدير صافي عادريك الفلوس صافي فاك ات. شحال من واحد تقول لك كاين بزاف الناس داروا فلوس اكثر منك وما باينينش، دونك الصاد باش نافعين هذا المجتمع. هانتوما اختفى شنو استفدت؟ انا يومين كنحل الميساجات ديالي تلقى الله يرحم بها الوالدين، شكرا خويا درت اخويا صوفيت اخويا شريت الدار شريت الطوموبيله، دونك فاك ات. شنو ديك الحياه مخبع؟ ما يمكنش تقاد معايا انا اللي باين، مستحيل نكونوا بحال بحال. احنا درنا الفلوس ومخبعين وما بينش، ومن بعد الصاد انا ملي تنكون غادي في الشارع 70000 واحد تيجي يسلم عليا يشكرني كذا، انت الصاد عايش من في فهمتي، حتى واحد ما عارفك وحتى واحد ما دايا فيك وما عندك حتى شي وزن في المجتمع. كانت الخوت مع هاد العقليه ديال التخبع وضرب الصريف والتخبع وما تبانش، اجي على قدرتي تشوف واش تزدنا. ولكن من بعد ملي بان الامباكت وشنو درنا وشحال من حياه قدرنا نغيرو، شحال من واحد ما السيطان هادو اللي مخبعين خصك تحرك خصك تبان اخونا خصك تبان. وهذا الخوت راه ماشي انتقاد وكلاش الناس اللي مخبعين، بالعكس ماشي فهمتي ما عمر الحقد ولا مضاربه كدير شي حاجه، بالعكس انا باغي نقول لهم بليز الا قدرتي الا قدرتي تبارطاجي شويه غير تقول للناس راه راه كاين راه كاين راه انا شتي انا داكشي اللي داير تنبان لكم راه سبب واجب. خوت هادشي خصو شي لايف حتى من بعد. لا خوت بلادي ندير لايف غادي ندوي على الخدمه. كاين بزاف ديال الحوايج جايين، كاين ميدار كاين بزاف فهمتي علاقتك كنا في دبي بعدا غادي ندوي هادشي كامل. خوت خليها حتى لشي لايف لان العالم كيتبدل، شتي دوك اللي داروا الطروه بالزيت وبالكاميوات وبالكيران الدقيق تتحيد لهم حاليا الفلوس وكتدوز للناس اصحاب الانترنت بزز منه ماشي بالخاطر ماكاينش الخاطر. خصوصا الخوت جا الكوفيد وبين هادشي اللايت اسيت الهارد اسيت، والناس اللي كانت عندهم ديك الهارد اسيت ديال عندي الكهرباء عرفت شنو طرا. المهم شوف شنو ماشي روم كلشي كلشي كلشي. وحاليا كاين تحول ديال الثروه من ديك من دوك الناس اللي كانوا مسحودين على الثروه، الناس اللي عندهم ابليكاسيون الشركه كم قدي ابليكاسيون يقدر تحكم الكران كامل فهمتي. العالم كيتبدل بواحد الطريقه غريبه، وفي هذا التحول ديال الثروه خاصك تخدم عقلك شويه وتبدل المجهود ماشي ما ديرش التمارين غير. هو شحال هادي كان خاصك فلوس كثيره باش دير الكران وكريديات وسطات، دابا خاصك تركز. وبالمناسبه حتى دوك الناس اللي كنا كنقول عليهم ناس قدام داك البيزنس البيزنس موديل القديم حتى هما راه ولاو كيرحلوا عاق، جابوا الشباب اللي بحالي تقولوا لي بليز عتقنا لان راه الا جلسنا هنايا وما بغيناش نموتوا. الخوت كيوت المغرب، المهم الخوت طلعوا لي فراسكم تنديروا شي لايف وندويو على التغييرات اللي طاريه في العالم، وراها فريمون راه هادشي كامل في صالحك في صالحك في صالحك بزاف. الوالد كيعيط لي انا مشي انا